السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. اقولكم قلت حق دوار كتسوي لي، كنت صرت عندكم صلاح ورديت مره ثانيه، قلت في خاطري ارويكم اللي تسوي دوار. ما بشيء غريب، شيء عادي، سندويش عادي. جود مورنينج دواركا. زين هذا ابوي زيت زيتون يحط شوي، وهذا قلت فروت. وين الخبز؟ هو مال المغرب. برينج ات هير. اوكي هذا الحين تو مخبوز، الخبز المغربي المتعارف عليه اللي خليتهم يخدموه قبل كم يوم، وهذا يقولون لي يابس يابس. ها 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 رقم واحد فن وحار يشلوط. زين المراد انا اخليهم يشلونها لداخل هذا الاسفنجي، هذا اخليهم يشلونه لداخل. زين فها شو او في خاطري بسندويتش سندويتشتين، فقلت لها سوي لي وحده لكن قصيها قصتين اساس يستوي نمونتين، نمونه وحده جبن مال هوش، هذا تشوفونه جبن مال هوش، جبن مال السندويتش وحده يعني شو خشوه زي الزيتون من داخل، وفوق نحط لها داخل تنشنز لا تكثرين عاد وايد مالح، جبن هوش، ويفصصوا لي زيتون بدل ما يحطوا يشلون عن هذا النوى اللي داخل الطعام. انزين ويدرون عليه الله يسلمك. يلا عاد خلصي. اوكي يلا شو يا ان شاء الله ان شاء الله. ويدرون عليه زعتر. انزين هذا واحد، هذا اول واحد. يلا ان شاء الله صح. Because it's not bicarbonate, I have to make it nice and neat. Even if it's going to the stomach. الله يحفظكم. السندويتش الاولاني خلصنا من نمونه الاولي، بس هل قدام اسوي سندويتشين نص بنص؟ هذا واحد. ايوه يلا عجزتيني عايزه. زين وهذا الثاني، هذا شراته لكن بدال ما يحطون لي جبن مال هوش يحطون هذا بينت بتر. انا اعشق البينت بتر عشق. جرافس اسرائيلي اي لاف ات. هذا اعشق عشق البنات بتر من يوم نحن ياها الاول حياة ابوي يجيبه من ارامكو من السعودية، وانا اعشقه عشق اليهد. وهذا اخير ترى نوع هو اخوة خمزيت. هذا جف اخير نوع امريكي رقم واحد. ويلوصون الروتية لوس من داخل يحطون عليها، عاد بغيت عسل سمر ولا بغيت عسل سدر على هواك البنادم. وبس حطي عسل، حطي عسل ثلاثيسي تقايسين علي. enough يلا thank you دواركا. وين شو الأخبار؟ شو العلوم؟ أخ عليك شو هذا؟ good morning. زي صد هناك صباح الخير. لومك تمام. وين سرت؟ وين جيت؟ انا بس هذي البيت خلص. بس كلهم ما تريحت انت؟ لا ما اكلت ولا شيء؟ لا ولا صحه؟ لا ما في. يقول وحده. قول صوت ما في. وحده ما في. وحده لو انت؟ لا ما في يلا ما في. وين الضروس اليوم؟ هذا يلا ما له بابا. زي خوزة خبز كراعينك. آه. شكرا. حينا هذا أبوي اثنين. هذا واحد أبوي في زيت وشوي من الزعتر. شوي قطرة. زين وهذا الثاني ها تشوفون يقطر من أطرافه الزبد العسل وسمونهم والبينت بتر. يلا أقولكم شيء منو ترمي الصلاح؟ ميم سلمت عليها؟ ايه ما تشلفت متى؟ الحين قلت لها يسلم عليك خالد؟ ايه هاي بخالد. زين مو مشكلة. أقولكم شيء في القرية العالمية في القسم التركي شيء جبن بقر روحه صريح، وشيء جبن مال مخلوط جبن بقر وجبن هوش، وشيء جبن هوش صريح جبن غنم، يعني ما يوجد الا عندهم.
في القرية التركية أول ما تدخل عليك اليمين وين يبيعون الزيتون والأجبان هالقسم. فأنا كل وقت مثل كل اسم مثل هالوقت أخذ كمية يسدني حول كامل. فأنا أكثر يعيبني الجبن مال الهوش، حد يعيب الجبن المخفف بقر ويا هوش، ولكن أنا يعيبني جبن الهوش أكثر شيء. فأخذ ومت ما يعول لين سنة كاملة، حول كامل ما يعول ينحط في البراد. فشيء جميل وفنان ولذيذ، لكن ما أعرف شو اسمه عاد الدكان في القرية التركية. هو من حول لين حول يبونه، واللي بياخذ ما بيندم، ترى ما يعول وما يخترب وصحي وفنان ومشي شراته وشيء بعد خفيف الدسم. بعد حد من العرب يوم يشوفوني خاتل اتريق ولا رمى اسمه محمد لعبه في الخيار مالي لعبه، ما ناصد ما لقط شيء، ما ناصد ما لقط شيء، يعني ما ادري شو هالسلطه اللي جايه تنهم علي. لا وصادين علي بعد، او انه يعني مبهم منو هذا اللي سرق الخيار، انا الحرامي. توب هل يقولوا مفعني مصرف، خلي انت كل شيء، خلي خلي يا الله نسيت هلكم ريوق البيت شو كان يوم ريوقكم. الله يسلمكم باجلة ما شاء الله كم اكبر الحبة، باجلة امريكية الحبة كبر. وهذا مسخن بعد مسوين باجلة محلة والصحن مغربي. يا حسين هذا محلانا الحين. بسير الله يحفظكم، أطالع المزارع ياسين يخلبون النخلة وأصور شوي عندهم وبرد. شو هذا؟ هذا في لابتوب. أيوة هذا في الدواء. ثانك يو. أما الدواء هبا ودي حق أمريكا. حطه في شنطك، حطه في شنطك يوم بتوصل عند يا رك الله ويار الله ختمك حبيبي. يا ربي يا رجل شوف شو مسوي، مقلق صبوي الهمبات قلقيصها قط عنده بويت قطي. رجب صباح الخير، ليش قطع هذا؟ كيف يعني؟ ها؟ لو من تحت ما فيش في داعي المنقل، ما فيش في طالة زهور ماشي يعني فوق كله. هل أنا قلت لك؟ لا أنا قلت لك الليمون ولا قلت لك الهمبة اللي يتقطع؟ الليمون المنقى ما يتقطعش خالص. أنت ما تصبط، أنت ذبحتها، أنت قتلتها، هذا قتل اسمه. هذا اللي تشوفه هذا اسم التقليم الجائر، هذا اسم التقليم الجائر. والمنقى ما يقصصون منه، كان الحين ينمو مثل هذا اللي أنت قطعته، هذا يباله سنتين، فأنت اللي سويته قتلت ابن سنتين، فهمني؟ بس عشان تكون فاهم في الصورة شو اللي سويته أنت حاليا. أنت ارتكبت جريمة، ارتكبت جريمة في حق هذه الشجرة. أنا ما أمزح معك، أنت تعرف أنا عندي الشجر مثل أولادي أربيهن، فأنت حاليا ارتكبت جريمة، هذا قتل اسمه. أنا قلت لك شيل اللي تحت الحمضيات السرطانات الأوراق، هي شلته. مين قال لك تروح حق المنقى؟ هل أنا قلت لك؟ هل أنت بحياتك شفت حد يقطع في المنقى؟ ما حد يقطع في المنقى. ليش في بيتي أنا تبغي تخترع يعني تقطيع لل أي شو؟ لا هذا أنت ما زبط، أنت حاليا قتلت. تزبيط غير، فعل الخير غير، فعل الشر غير. هذا الشر اللي سويته أنت، شر كبير لا يغتفر. هو مخطف على الهمبة كامل مقطع لنا هذا على ما تشوفون. أنا ترياه متى يظهر متى يضرب، ليش قطع؟ لأن ما شيء شغل يعني. شوف ها هذا بثمرته، هذا ورد، هذا ورد ولا لا؟ بيغل بمنقى، قاعد استناه انا هذا من متى؟ من سنتين ثلاث سنوات. فانت حين لما قرب يزهر جيت انت وقطع جنابك وقطعته، يعني ما اعرف شو اللي تشوفه انت حين. كيف يعني هذا؟ شو تتوقع الرد راح يكون؟ انت شايف
اكيد شو قطع الناشف هذا صح ولا لا اللي تحت الليمون هذا اليابس يقطعونه هذا يتقطع يعقونه نظف الشيء هذا من زين زين هذا ما عندي مشكله انا قلت لك انا مخبر انك مش انت مسوينا انت مش بشطارك انا وجهتك وسويته زين شو اللي خلاك تغير على الهمبه انا قلت لك الحمضيات السرطانات من تحت قطعهم هل انا قلت لك قطع المانجا المانجا انا قاعد استنى فيه هذا كذا سنه علشان يغل ويطلع زهر انت جيت على اساس انك فاهم كل شيء ويت الحين دمرت كل شيء انت اللي سويته خراب ما سويت عدل ف شوف لك حل هل انت تقصد اثارتي تبغيني اصارخ عليك لا 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 على شو هذا والله انا حضرتك انا مقصد بس قلت لما انت قلت لي زبط في التصوير زبط في الليمون المانجا قلت لك المانجا قلت لك عدله وين حاطنا جنى الاخشاب هذه ثبت وقف الورق وقف الاغصان صح ولا لا ما قلت لك قطعهم صح شو اللي خلاك تقطع الكميه المهوله هذه من الهمبه ليش ما شاورتني هل انت اختصاصك الحمضيات والليمون والمانجا انت مش اختصاصك انت جيت على اساس ان اختصاصك وجي وطلعت ما تعرف اي شيء في الحمضيات ولا في النخل ولا في الاشياء انت تشتغل في الحقول الخارجيه اللي هي طماطم وخيار والاشياء هذه صح ولا لا وانا قلت لك انا بعلمك وصبرت الحين انت ما سويت اللي انا اريده تسوي العكس كل يوم تسوي شيء غلط ولا انا غلطان الله كريم هني الليمون ها السرطانات كل اشتغلت عدل ايش اللي يابك عند المانجا انا قلت لك قطع الناشف ولا قطع الاخضر المفروض كنت سالت حضرتك في الاول هذه غلطه يعني غير نمونه ما بعرف ايش اللي اسوي معك الحين انا شوف لك صرفه يا ربي شوفني شو مسوي انت شو مسوي شو مسوي انت هني عدم الزراعه عدم انت الحين شو ليش شي سويت شو اللي سويته هذا انت؟ شو بس حضرتك؟ انت ما خليت لحضرتك شيء يا ولد الحلال؟ ما خليت حق حضرتك شيء؟ ها هذا حد يقطع؟ حد يقطع حنبه؟ قلت لك شيء يم الاغصان الناشفه يعني هذا ناشف الحين؟ ناشف هذا؟ يا ابوكم غفلت عن اللي يومين اول البارحه من ايام العرس انا بخبركم شو القصه يا الله يحفظكم انا بخبركم برايح محمد تتريعني القصه يا الله يسلمكم الرجال هذا صرت انا ما صرت اراني قابلته ويا منو ويا ثلاثه تجب سي سي الله سي كره الله تنقفى اقولكم سرت ما صار سمعت ويا ثلاثة مزارعين قلت أبا هذا ولا هذا وهذا أبدا قلت مستحيل أخذ لأن شفته يدوخ جقارة صلب ورا صلب وناكس القحفية على يم ما شفته زقرتي ولا هذا ياكل الاثنين رقم واحد شكلهم بداتش كل واحد ملتش وعلبة علبة يعني من هايل تشتوف وقهم مال شغل مكده ومشتغلين بثلاثتهم في وين؟ في الاردن ترى مشتغلين ابوي في مزارع يعني مال حب ومال قمح ومال طماط ومال خيار قلت ابوي انا اريد جنين قال احنا كل حاجه قلت انزين ماشي مشكله هاي الاثنين اللي هناك اللي يازولي كلمت ابو ظبي قال ابوي لازم تسوي فحص قبل ما يشتلون حق الاثنين هاي لا قلت بختار واحد منهم سووا لهم الفحص طلعوا ابوي غير لائقين طبيا ودتهم ثلاثتهم هذا مبوني قلت ما اريده جيت ابو ظبي شوف يوم الله يبارك العثره يوم جيت ابو ظبي قبل ما اشتل من هناك من عندهم يعني في مصر دهن سيدتهم اللي الله كاتبنه وسرت عنهم مالي نصيب وياكم سرت
رديت ابو ظبي. عقب يوم رديت ابو ظبي عاد اعطيت تمرغاب تليفوني وقلت لهم تبون شيء خدمه ولا شيء تنحن يعني اهل يعني الكلام اللي يقال عادي يعني. وصلت ابو ظبي لان هذا الرجال داق لي تليفون انا حق خالد انا رقب جيت مصر وجاي زياره. جاي زياره يا ابوك انا ما اشتهيتك وانت هناك، وين بشتهيك يا ابوك وشاهدك في بيتي؟ لك انا ابوي انا حين مكرانه بالفكاك منه وتعال جبته. قلت له شو اختصاصك؟ قال لي اعرف في المانجا واعرف واعرف واعرف. يوم شفته لان ابوي ما يعرف كيري من بيري. قلت ابوي انا بعلمك وبصبر عليك، لكن تمشي مثل ما اشتغل ابوي في تبع الحبوب والطماطم والخيار. انا لا شغل المانجا ولا النخل ولا هذا كله انا ما اعرفه. قلت ابوي انا ما عندي الا هنبه وليمون ونخل، انا ما عندي شيء غير ورود. انا ادور جنايني، لكن انا باخذ ويه الله فيك بسوي لك اوراقك وعلمك وخبرك ويا غير بعلمك. راويت وشربت وخليت ويا مكران قبل ما يتسفر مدة شهرين وخر راوى العلم والخبر وعندك ودونك وسافر مكران يعرس بدون رجع شيء طبيعي مكران. انزين اليوم شيء باكر شيء اليوم شيء وعيست وانا علمه وعيست اليوم وباكر اليوم وباكر اليوم وباكر وما شيء فايدة ابدا. كني اذن في مسيرة خراب له هو رجال طيب محد شراته يعني كنت آوي عليه، لكن الحين على ما تشوفون قال قصلي زراعتي كلها من الهنبة. الهنبة هذا ترياه من حول لين حول يثمر، وهذا وقت الثمر قصه بغلة بالغلة الورد فراخ الورد هو والورق اللي توه هذا منقض الخضر الغلة اليديد. يا ربي كان حد ابوي طعنني بستين في سابعتي، وحين والله ما بعرف اللي اسوي. المراد اني انا جبت واحد باكستاني جبته الله يسلمكم من ثلاثة ايام يشتغل في النخل لان هذا ما يعرف، وهذا اللي جبته الحين الباكستاني رقم واحد في النخل. قال لي ابوي انا بعرف كل شيء اسوي. قلت له ما علي بنخليك نحن كم من يوم وياي زياره، بنخليك كم من يوم والتجربه ان ظهرت زين ترى خليناك كنسلنا هذا. الحين اشوف الحين بسير اوريكم اياه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. وين خلص؟ وين اللي خلصت من هنا الحين؟ وين جاهز؟ وين؟ وين جاهز؟ هاي مرة زاهبة الحين؟ هذا كله خلصته. سويت خلابة وسويت تنظيف من داخل. كل شيء ها ما يبان خلابه ها. وهاي اللي فوق العوده هاي ابو معان تراها ايه ما شاء الله خدمك فنان ورقم واحد. وليه هناك لك هاي خلبتها اليوم؟ لا ما وين اللي خلبتها اليوم؟ خلبتها هناك امس. تعرفني اياها الحين هذا بتعلم فيه اشوف فهمني الخنيزية طرت خلابك ابوي خلابه رقم واحد ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ها رقم واحد تبارك الرحمن. شو اسمك انت؟ مهر الله. ها؟ مهر الله. مهر 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 مهر, مهر. كامل ما فينا. زين توكل على الله بس ابوي كمل شغلك وسوي ترتيب وخلاص بسير داخل. يلا يلا اشتغل زين عاده. يلا بارك الله فيك. ما يقولين عنا وقته الاولي مره ولا تغير عنه ولا تغير والله ولا تغير. يا حليلك شو تسمينا مايا؟ هاتوا لنا بين الرسول معاه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. سعودي 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 بعد سعودي مايا. اي بعد سعودي. ليش سميتي له سعودي؟ ما يوستني طلعت لحد لا لا مواطنين هالبوظبي. وليش سميتي السعودي؟ يا قد قعدتكم السعودية قعدت. ما شاء الله. خلافي هنا يا. ما شاء الله. هناك يا يرانك هناك بالعزايد. ايه. تذكرينه عاد؟ يذكره. ديت روحك يا مايا. الله.
رفيجك اللي ياكل ويشرب وياك وين تنسى؟ ما تنسى. والله يودرون اكله ويون ياكلون عندي. والله يودرون اكله ويون ياكلون عندي. والله. تردين عليه السلام؟ نعم. موصي سلمى الهية. سلام يا عشان طاعري ولا أيام يتلفزون. بقطات. هاي بن حنا. هذا طيب. بيت روحك ها. يتش. يتش محنايات. لا لا هي محنايات بس. زين أتبغى أسلم عليه. تبين تكلمينه؟ إيه. إن شاء الله إن شاء الله بحب إن شاء الله بنكلمك إياه إن شاء الله. إن شاء الله بيت روحك. اللي يدوب أتسلم عليه. إن شاء الله إن شاء الله. حفظك وربي وين بتعشون؟ الله يحفظكم. صيد راشد بن خلف بن أحمد بن عبد الله الخالدي أول مرة يصير يحدق وهذا صيده ما شاء الله بويليل طول الكف مفروض إنه ما ينكل. والله شعري بالسطرات شوف ما شاء الله عليه الشعري هذا يمكن حول من فيه وكريديسات عاد صغار يعني زين جزاه الله خير احليلك يا راشد. ها راشد اول مره يصير البقعه هذه وصاد ما شاء الله عليه ما براعي بحر هو يعني بري ما بحري. شكرا شكرا. وانت شي خصك؟ شكرا حق منو؟ حق ولد اخويا. يلا ثانك يو. صباح الخير صباح الزقريت يا غير اليوم الوي ما بمسحوت. ليش ما بمسحوت؟ ما بمسحوت الله يسلمك لنا ريا بكرة بكرة موعد الحلاق الحلاقة الرسمية اللي هي استعدادا للسفر اللي هو السفر ورا بكرة إذا الله راد يوم الثلاثة الصبح لازم نكون في المطار الفجر إذا الله راد المراد. الفيديو اللي قبل شوي حطيت لكم إياه الحرمة اللي ترمس هاي بوينا هي مسمينها عيالها وأحفادها أميرة ليوة أميرة ليوة. أنا قلت لهم أبوي لا ابوي امبراطورة ليوة الامبراطورة هاي على الله يحفظكم يا رتنا الاول. يوم انا ياهل يعني يمكن عمري 7 سنين وثمان سنين وخمس سنين كنت اتغدى وديتين الغدا الاولي في بيتنا اتغدى قبل عندهم اتغدى عندهم يتغدون يتغدون ويا لدان من يقول الله اكبر هروا المسيد صلوا وتغدوا اتغدى عندهم وارد اتغدى غدا بيت اهلي الساعه 1:30 لين يجون المدارس من المدارس العيال يجون هاك الايام الساعه 12:30 نحن نجي من المدرسه وانا اظهر من المدرسه اتغدى عندهم ساعه يعني يكون حصه رسم ولا حصه رياضه ولا حصه كشاف الاول دول في المدرسه مدرسه الكندي حتى حصه كشاف شيء عندنا انزين نشاط ويفرغوننا اظني 45 دقيقه عاد انا اودرهم واسير عندكم الهيه لقيسي الله يحفظها يطول بعمرها اللي هي امبراطورة ليوة. فما شفتها من هات السنين من يوم انا ياهل والحين بطرش لي عاد احفاد احفادها الاشرطة هذه المقاطع فرحت والله باني سمعت حسها لكن سبحانك يا رب لا اله الا الله متى عدي بها اكثر من 40 سنة اكثر بعد من 40 سنة تبارك الرحمن على الله يحفظها ام علي هذه هم في سيد بيتنا هم في اول السيد من الطرف هذاك مشاهد بيتهم بيت قوم سعيد بن سالم بيت حياة سعيد بن سالم القبيسي قوم بن ياعد يسمونهم هم شاهد بيت قوم حيي رايلها الله يغفر له ابو علي يسمونه حيي القبيسي انزين والاول يوم نحن يا هال ما تزقر حيي ولا تزقر ابو علي يا حيو حيو والله ما سمعته تزقره حيي من سنين هو شيبه بيتهم الله يسلمكم شعبي كل اهل البيوت الاول شعبيه ما عليكم اللي تشوفون توحنا القصور والدنيا هذا كله البارح واليوم كلها 99% من البشر كلها البيوت شعبيه الاول بيت شعبي 3 غرف وصاله كانها وليوان وميلس صغيروني وحجره دريولي خاري غيرها ما شيء بعد في البيت اللي بيسوي له من ورا يعني صندقه صغيرونه زريب صغيروني للدبش ويعني من هالقبيل وايد الامور اللي بخبركم عنها غير هاليوم فاقول لكم
مشاهد بيتهم بيت قوم الهي مشاهد بيتهم بيت قوم سعيد بن سالم بن ياعد القبيسات قدام بيت قوم الهي شيء دوم هذا موقفات قدام البيت قنطراز 24 ساعة ثلاث تكاسي وعندهم تنكر ثلاثة طن ثلاثة آلاف قلن والهوز ماله خضر غامج كني أشوفها الحينة وكل يوم صك وحك أحيدها ويدريول هذا وكل يوم تتضارب وياي الله يطول بعمرها تتهندق ويدريولي دريولي التكاسي شو المفروض دريولي التكاسي يبون الحاصلة اليوم 80 درهم 50 لشنتي الهي وثلاثين يرقد 30 يرقد وياه عليهن الدريول وكل يوم عاده صك وحك ويدريولي انهم لازم يظهرون البيزات وشدنها تنبص من عين الدريولية قوم خان ويظهرونهن اليومية 80 درهم ويصبون ب50 بترول كم يستوي 130 درهم دخل التاكسي اليوم الواحد وهي عندها ثلاث تكاسي وتنكر وما شفت من هات السنين الحين طلع علي عاد التكاسي والتنكر اللي عندهم انزين وحياته حيي له الجنة من ورا مبمره من قدام البيت مسوي صبيه ما شي كاشي صبيه ويحطون الله يسلمكم يبون اربع خمس عربانات تراب حمر من العين يكودونه في نص الحوي ويجلس حياه حي له الجنه بدلاله على هاكن كيكيت صغيروني والاجواء على الجنه ما ياكل الا الدباس بيموت على الدباس يعلى الله يغفله نعم ولبسه الشوي على الجنة وزار مولانا لونه خضر غامج مبكر وفانيل كابتن والفنايل دومهم ضيدات ويسوي كلين على راسه ما يلبس قحفية يتسفر شي تسفيره العقاب ما تطاحها هات السنين هالكلام عاد قبل كم قبل 40 سنة وطرت علي هالسوالف قلت يخبركم بها يلا حد من العرب اظن ما فهموا قال هبل الرجال يرمس هالكثر ما عرفنا الا نحن شو يطري شي خسر نحن في هالمعلومات مرت علي فريجنا الاول اللي عايشين ويانا الاول في مدينه زايد يعلى الله يغفر للميتين ويطول بعمر الحيين هاي اللي بيتذكرون الموضوع وهاللي هم مني يعني الناس كلها همتني لك الفئه هذه مرت علي وطر شي اللي عيالهم هالفيديو بعد شو ارد اكثر عن شي ما يندر هل ان الموضوع لازم ينطرى ولا ما ينطرى هل الناس تشمئز من هالطاري انه يعني شي بيوت تملو يعني حب من العرب ما يجوز له يتذكر الماضي هذا يا اخي انا احب الماضي هذا اللي كنا عايشين فيه والله يا ابوكم عشنا عيشه ما حد عايشنها عايشنا عيشه شوفوا البيت بيت شعبي 90% البيوت هو ضبي الاول شعبيه وراعي البيت ساكن فيه وطرف البيت الاطراف جليل اللي ما بمسوي أجار جليل من النوادر بيوت المريخات ما بمسوين أجار وبيوت قوم السيد ما بمسوين أجار يعلهم الجنة ومنو بعد ما مسوي وايد البيوت يعني البيوت التيار ما بمسوين أجار في أطراف بيوتهم اللي من الأساس تيار أطريلكم بيت حياة هامل ما بمأجرين ولا باجي البيوت وبيوت قوم فريح بيتين ثلاثة بعد ما بمسوين أجار في أطراف بيوتهم الأول الأسرة مكونة داخل الأول ما شيء كل واحد براسه كل واحد حجرة وكل واحد قسم زغن أبوت بطاح هذا منو برد عليه بزيلي تشوفون الحين في العيال والله أنا روحي أريد غرفة وأريد قسم وأريد جناح وأريد جاكوزي هناك تحيد الأول والله يا أبوكم يا كل أربع وخمس تنفار في حجرة الأولاد والبنات أبوي كلهن في حجرة واللم واللبو ترى روحهم في حجرة الصغار يقيلون عندها ليتم والله يا أبوكم يانا الأول إن نقيل ما يعطونا آردي إذا ما نرد أو إن ترقد وتي الغزالة وتحلب أبوي حليبة في ثم كنت راقد ما شو يدلعونا الأول حليلنا الأول ونحن هيلة بس صديج نصدج يا أبوي حليلهم يعلهم الجنة أقولكم كلهم أبوي الوادم عايش من أطراف البيوت يعني دخلهم الرسمي الدخل الرسمي من البيوت الناس اللي عايشتنها ساكنين في بيتهم مجرين
كل بيت كل بيت باني مبناي في دور مداره حجرة وصالة حجرة وصالة حجرة وصالة ومجرين هنبوي العوائل الهنود والمصريين السوريين الفلسطينيين كلهم أبوي عايشين ويانا نحن هناك ياكل يوم بنطبخ طعمناهم هم يوم بيطبخون ورق عنب ولا شيات ولا مجدرة ولا شيء من هذا اللي يخدمونه وطرش هذا شيء يعرف وشيء ما يعرف ونحن هيلا بيس إلا متشابيس وصوالين وسمك مشواي يوم بيكون الشيء راهي عطينا إيران كان هم هنود ولا سيك ولا سلدارية ولا أي حد وتسعين بالمية كل هالبيوت أبوي كل بيت فيه بقر ما شيء بيت من البيوت ما فيه بقر ولا هوش كل هالبيوت في أبوظبي هذا اللي يقول أنا وأنا وأنا ما داني لي حتى والله يا أبوكم يا الأول أخيار الحليب تتمردق أبوي في الزارب وتيلس أبوي ويدبش ما عليكم من هاللي تسمعونه أنتم هاي الرمس أبوي أي سهر هاي الرمس اللي حي تسمعونها التمدن وهذا أبوي هذا شو بقولكم رحم الله امرئ عرف قدر نفسه يا الله هاك الوقت يا أبو المراد أنا ما أدري اللي خلاني بلكم الطاري حين وساير أنا المرور ساير المرور عند وين تراخيص مال السياير عندي شغل إن شاء الله من أخلص وهاي برد أرمسكم بس عادر عليكم أقولكم كل بيت من هالبيوت الشعبية مجرين ثلاث أربع بيوت مستاجرين في نفس البيت كل حد ما بروحه في الخناخيش بين البيوت بيوت البيبان انزين الدخل كم 1200 1300 800 للي هي غرفة بس حمامها داخلها لكن إذا مطيبخ صغيروني وليوان صغيروني هالكبير يعني مترين في مترين المقسم هذا وغرفة نوم وكنديشن خاصة إذا الكنديشن بعد من المالك روحه من جنرالها من الأوليات ضروري يكون أطرب من خاري حليان ويتحتحت يوم حد يخط ودقه تناثر الحلم انزين هم خاري عادة اللجار كم 1300 و1200 والوادم عايشة عايشين عيشة سبحانك يا رب يا زين من وقت بس بغيت أخبركم تسعيرة اللجار كم كانت ذاك اليوم كل بيت يحصله في الشهر 6000 5000 7000 هذا الدخل هالريال ابوي ولد ابراهيم جمعه ابراهيم جمعه الملحن الفنان القدير المعروف كل هالناس تحب ابوك يعني الله يحفظك لذلك الناس تحبك يعني الله ما عليه ما عليه ما عليه الحين ما يعني الله يطول بعمرك شوف جيت في جولد كوست ورمسنا سوينا فيديو صغيروني لكن مثل ما قالوا المصريين خدوا البريمو العالم كلها ازمه تشوفها مشاهدات عليه عندي في الانستغرام يعني بالعشرات الآلاف ما بهذا موضوعنا الحين العالم صد منك زي شوف العاب الله يسلمك الأول يحبون الناس كلها الحين يحبون أبو بس الفنان السكرتي أبوك كانت الناس تعشقه رغم أن أبوك مرة ما يتشاهد أبوك مرة ما بغاوي أنت على مظهر قرب الله تاكل قوة المظهر على والده الحين هي قرب الله تبوك فأبوك ما كان جميل وأبوك إنسان عادي مش مميز لا عنده سيارة فيها خيشرات العرب هاك الأيام وفجري كان العرب كلها تحب أبوك إبراهيم جمعة كان شخصية فريد الناس تعشقها عشق خير ضحكة صقعت أبوك تنسمع بسير يومين يا الله حظوك بعد هي والله أبوك وين فنان غرب الله تبوك سلم على هالصغار يبلغ ويرد عليك سلام الله الله يحفظك ويبارك فيك سلم عليك يلا مع السلامه وي هذا ربيع ما طاع يصور يعني هو مستعديه هنا عديبه يوم انت يا اهل ان شاء الله لا 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 تدري بتعديبه عديبه يوم عرس نهيان عبد الله زين لا 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 نهيان بن مبارك الحين نهيا نعم اخر عرس منو هذا ابو محمد جاب الخيل نعم منو هذا هو ابراهيم جمعه نعم تو يتكلم عن ماضيه ماضي الله يبارك انا ماضي طق على ماضي ترى انه ماضي هذا ماضي مو يقارب ساعه حينه نيه المرور خلصت اوراقي خلصت معاملاتي جاي مال سياير حياه محمد ولدي الله يغفر له
فتمات سيايد بسمه وياي خلصن يعني المراد أقولكم في الوقت اللي خطأ تي المرور تتري الساعة اللي تخلص معاملتك فيها حق تظهر تفتك من الصدع والديانة. حين تي المرور ما ودك تظهر، المكان تغير، الناس تغيرت، الموظفين أشكالها تغيرت، المكان قد يلق كأنك أقولك يا لس في كوفي لق هوا تخالف، بس قاصر إنهم بس مدخن، بس قاصر يدخلون العرب اللي تيهم يعني مدلعين. الإمارات ما شاء الله على الدوائر الحكومية مبزية، المراجعين بزاء له أول ما له آخر. الله العظيم منو حصلنا يلا. ها حصلت وانا حصلتك انت لا يدفع بيزات شكلها اي والله ده جميع البيزات اربع مخالفات في يوم واحد رادار ما ادري وين متسلط علي صور على 61 لا حول اي والله ودفعوني اياهم زين كيف حالكم زين شو السؤال اللي توك تسال عنه اي سؤال عن السياره السوداء سياره رياها ابوي طالبينها انت ري ابوي السياره سو كل ابوي يتخبر عن النسم الاسود متى بيظهر النسم الاسود الاسود من داخل احمر هي والله شوف والله عليك حافظ كل شيء ان شاء الله قريب ان شاء الله يا رب الحين رمسنا وسولفنا الحين انت شيفك مب من هالبو ظبي انا من هم ابو ظبي من وين انا من شام يا طويل العمر شام انا شام انت تدري ما تجي انت شام والله اي يبالك زياره خاصه شام يعني بحريه ولا بريه ولا جبليه لا بحريه بحريه على البحر انا ايوه هوايتكم البحر نعم ما تجي انت شام يبالك زياره خاصه انت ريت دعوه لا حاضرين مره تم ان شاء الله وقت ما يتني الدعوه تم تم والله تم مره حتى لو من امرها اليوم تم والله على الله يحفظك ويبارك فيك هذا يعني الله يحفظكم الخط العود اللي ما شيء كبره جاي من عند يعني الله يحفظه حمد بنت خليفة بن فريح القبيسي عاني العرس ولدنا احمد يعني الله يحفظه ويبارك فيه وان شاء الله الله يطول بعمرها ويحفظها في ميزان حسناتها اقولكم عاد هاي ايراننا الاول تحيدون من مدة عديت لكم قصه يوميه لصقف مكاريس ابو ظبي لصقف مكاريس يوم يا ابو ظبي شيء الثمانينات أو السبعينات أتوقع الأول يومي ضيف على الدولة يحل ضيف يوم يحل الضيف على الدولة يحل على رئيس الدولة كان حياة الشيخ زايد وكان أي حد يضيف عند رئيس الدولة عزمونه العرب البيوت الأول ما بشرات الحين لا الأول يوم حد يجي عند الرئيس رئيس الدولة يعزمونه وجهاء الدولة يعني مثل حياة هامل بن غيث الأول في ناس بقعتنا نحن هم في شارع الكترا البيوت نحن في مدينة زايد في النص يعني وكان الأول الله يسلمك يوم يحل ضيف على رئيس الدولة من أي بلد كان ربع حياة الشيخ زايد ليه وياه من الناس من الشعب يعني يعزمون الضيف يسوون له دائرة فاليوم عند فلان وباشر عند فلان واللي عقبه عند فلان وعلى هالمنوال من ضمن الضيوف اللي جاي عند حياة الشيخ زايد الأول لصقف مكاريس لصقف مكاريس طالت عماركم مال مال المسيحيين يعني هل اللي يلبسون شيء لبس اسود لبس اسود يعني كامل ما يظهر الا وجهه ولحيه وقلاده مالت الصليب المهم الاول الاسم وايد صعب على هالناس يعني نحن يعني كلنا صعب علينا الاسم لصقف ومكاريس شيء وايد صعب فشو سمت العرب تصيح ما يرمون يقولون انه حياتها ده حياتها متوفى عاد الله يغفر بيت قوم هامل بيت حياة هامل الاول حياتها توفى عاد بيت هامل عازمين لصقف مكاريس ما حد يرميه بالاسم بيت هامل بن غيث عازمين بودفة وتمت العرب تصيح كنت يا بودفة بيت قوم هامل عازمين بودفة وبيت قوم هامل عازمين بودفة ما يعني ما يرمون يبون اسمها الصحيح وهو نسبته الحين بحاول اني اظهر صورته من النت احط لكم صورته وشو كانت طريقته في اللبس دهنا الله يحفظكم في مكتب تسهيل خلص عندي معاملات والحمد لله الامور طيبه باقي لي 3 4 دقائق بخلص المهم فالحين لقيت الصوره حطيت لكم اياها مالت لصقف مكاريس وتمت العرب تصيح بودف وبودف 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 ف من هاك الايام ما ما ما
والله فعدك كبرنا نحن وهم تحولوا المشرق ونحن تحولنا البطين وخطأ في الوقت وخطأ في الزمان والجيت من هات السنين واليوم الله يحفظها بنت خليفة يوم استخبرت عن عرس الولد انطر شعاد هذا وتذكرت على سالفة لسقف مكاريس بودته هي والله تيامعت أمة لا إله إلا الله جايين يطمشون على منو يسلمون على بودته هذا اللي شفته اللي حطيتكم صورته كلها من الشرق ومن كل هالعالم جاي الطالع ما حضرت العزيمة عسب ياكلون لا حضروا العزيمة على أساس من حريم وكبار وصغار أساس يطالعون هذا أبو دفة أول مرة بحياتهم يشوفون ريال لابس سويعية سودة ما يدروا بأن هذا الزي مال المسيحيين الأول مال الأساقفة يعني إن شاء الله بنرمس خلاص إذا الله جعلنا من الحيين شيء يسوي الفات يعني إذا الله راد نبطريهم اليوم هذا أول مرة تأخر بين هالكثر عن الغداء اليوع ليه في الدنيا كل فيه اليوع ليه في الدنيا كل فيه ياب هي والله باهر من البيت أصلا مخر لك هالشغل وايد عندي خلصت شغل المرور بدلنا الرقم تعب رقم سيارتي عندي سيارة عندي رقم سيارة جديد أربعة أرقام اثنين يتشابهن وواحد غير اثنين يتشابهن اثنين مكررات واحد واثنين من غير المهم ركبت الرقم الجديد والرقم اللي أبوي شلوه وعند ربنا بيت هون فيه هو بس بغيت أخبركم يسار المرور وديت له خالفات اللي علي هو سوينا السيائر مال حياة محمد غفل وعش سويت وصرت تسهيل أسوي الأقامات مالات المشكارات وخلص شغلي لأن ما أريد يتم شيء شغل من أشغالي متعلج لأني ورا بكرة مسافر ما عندي إلا بكرة حين بكرة عاد يوم الاثنين يوم الحداقة يوم التعديل ترتيب السامان أم محمد ما تقصر غير لازم أنا أوقف على ساماني طالع اللي حطه أي والله نسيت أخبركم أبوي عن رقدة الدواشج ليداد شو يا جماعة الخير راقد ولايتية ترقد أربع ساعات عبارة كأنك راقد ثمان ساعات والأحلام أبوي 3D وطويل المدى الرقاد ولا تنش في الليل ولا شياته ولا أحلام مزعجة ولا لكن لا أسوي سوالف والله يا أبوك من الرقد اللي على الدوشك الجديد هذا رقم واحد مريحات ولا تانس ينبك يعورك ولا شياته وما تي لسه يوم تنجلب تازم الشبرية تزل شرق ولا غرب لا رقم واحد المطاول سعرها موافق وعليها تخفيض ما بخبركم كم اللي بروح يسأل يلا يطلبوا أونلاين واللي ساروا واللي طرشوا واللي طلبوا وخذوا من سيلفرج عطر ثمين كل حد يشكر عليه ما حد منهم كل هالدول اللي ورصدقان اللي في كل الدنيا العودة طلبوا وخذوا منه اللي يشكرون عليه كلهم فلذلك شكرا أبوي للي وثق في الذوق وخذ شراته ما قلت له شيء فنان ولا شيء شراته أنا يا أبوك بكبري فنان شو التحرون أنتو والله حب طالع والله من صدق رمسكم انا اللي يوز لي يوز لطبقة كبيرة من المجتمع لان ربعنا وصدقاننا كلهم يعيبهم الزين وانا ما يوز لي الا الزين والله العظيم من صدق رمسكم كان في اكل في شرب في سيرة في بلاد في منظر في سيرة في علم في خبر رحلة كشتة اوادم كل شيء هي والله فلذلك كل يوم حد يصير ياخذ ما شاء الله هاي اللي يطرشون ما باكل اللي ما يطرشون واللي أروما حطه منهم اللي يأخذون عطورات ثمين يحطوا لي بطريقة مش مرتبة فما أروما حطها عرضها للعرب ويكتبون ولا ما أروما حطها للعرب لأن مصورينها بطريقة مش حلوة يعني أو حتى شيء ما بغاوي فلذلك أحط بس اللي مرتب واللي معدل وهذا أحطه للناس يلا شوي بسير أختل لو نص ساعة يلا بالنسبة لي اللي تخبرون كيف يعني يطلبون أونلاين أنا أبوي نسيت أحيدني الأول يوم كنت عندهم في سيلفرج وسويت لهم هاي تصورت الستاند مالهم
حطيته هنا العنوان مالهم اللي يطلبون أونلاين، غير الحين ما أدري بوين، يمكن موجود على اليوتيوب، اللي يدخل اليوتيوب يشوف حلقة ثمين أو سيلفريدج، زيارة متجر سيلفريدج في لندن، ومنه بيلقط صورنا أنا هذا العنوان مالهم اللي يطلبون أونلاين، ما أعرفه لكن إنه موجود عندي ما لقطته، دورت كم مرة أريد أحطه ما لقطته، يبين يمكن بالكتب يحطون شيء ولا شيات جوجل ولا شيات، لكن أنا في اللي يبه يدخل في على اليوتيوب ويكتب اسم القناة ويدخل على زيارة سيلفريدج، وأظني موجود نصور لنا روحي 100%. فكرة رجال يا ويلس عدالي يلس ها ركبانة ها إن شاء الله شوي شوي ما يبه هالكثر ما يبه هالكثر ما يبه الزعيج هذا كله شوي شوي على عمرك زين. أقول لكم حد من العرب يا ويلس عدالي لا قال سلام عليك يا أخوي لا حبني ولا ويهني ولا سلم علي ويا تو الدريول وما عطى بخشيش ولا شياته ما حباني زين وين الحب اليوم؟ أنا حبك؟ أبي كذا أبي عني يلا يلا وحدة ها ها عودة كم أكبرها؟ السفر صالون حق السفر؟ ما كان بسير الصالون؟ هنزين لازم حلا سبق كلنا حبيبي حب اللي أنت الصبغ هذا أبوي عاد وباد بعد حفلها كذا إن شاء الله حبيبي إيه الغداء؟ إيه نغدا في الطيارة. باكر نحن موجودين سفرنا ورا بكرة. ليه؟ بتصير مطار من بكرة. ورا بكرة السفر. شيء. يوم الثلاثة. بالليل. ثلاثة التسع لا ما في الليل الصبح الساعة التسع تطير الطيارة. وينها خلف؟ تسع الصبح. تذكر عندي لا بيننا خلف بنشتل ضربة ولا بنتلاقى في المطار. يا القميضة على زراعتي. قصف أجلها قصف الله أجل عدوان الله قطع زراعتي قطع الله وريد عدوان الله لما يخافون من الله يا عم رقب وينك وين على شو متسلط الحين بعد الله العظيم شو الركضة مثل سلو موشن أرنب نط فوق الشط قبلي خط من يقرأ أنا أقرأ ولا لا لا أرنب نط فوق الشط ها شو سويت زين هي زين بارك الله ها شو أنا غرفت كله لميته زين بارك الله يا ربي اللي شفع لك إنك مصري اللي شفع لك إنك مصري وأنا المصريين ما يهونون علي هذا طالت عماركم من أفراح الهوامل هذا عرس عرس عبد الله محمد غنام الهاملي شوف طرشين حلوه تطابخ طرشين على الله يحفظهم ويطول بعمارهم هريسه ميطني وميطك ميطني يوم يقولك الهريسه اللي هي ميطني وميطك هذه هي ها شوف هاي يقولك ها ميطني وميطك ها تتماير البان الله يبارك لهم ويسعدهم ويرزقهم الذرية الصالحة يا رب العالمين يدفع الشر والبلاء عن والديك يا المعرس ويعلهم عيالك وبشرك ولد ويعلى الله يرزقك الذرية الصالحة وتربيهم وتسعد وتفرح بهم وتيوز عيالك عيال 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 عيالك قول آمين صلاح آمين شكرا يعني حلوة حق جسمه بنسوي العادي والله يا أبوكم ينهى غير نمونة حلوة التين هاي الخاشوقة غرام أربعة أنا الله تاب الرجيم شو رأيك صلاح؟ جيد شو بقولكم دواء هاي يوم يقول لك قز حلوة وقز هريس قز حلوة وقز هريس هذا اللي يطربها هاش يوم حتى اللي يقول لك هريس اللي تتقاود تتمايط هاي هي هذا لازم هالطريقتها هالطريقتها قز حلوة ليش تقول والخيبة؟ حلوة لا حلوة زين تقولي والخيبة؟ نسيت لا والله يا أبوكم شيء عجبه والله أنها عجبه يا الله يبارك لكم يا قبن غنام
ايه ان شاء الله بشرك ولد يا المعرس، بشرك ولد يا رب العالمين، ويطرح البركه في ميمك وابوك ابو روحه فنان. امس واي هنانة في العرس، شو بقول لكم ابوك؟ ابو روحه ابويا يباله بلاد من زينه، يا الله يحافظه ويبارك فيه ويسعد ان شاء الله والدي ويفرحكم ان شاء الله اليوم ودوم يا رب العالمين. لكن ما بخبركم شيء لا صار ولا استوى. ما شاء الله على متابعيني، من اطلب شيء يصير يطرشوه. امس ادور الكرت مال ام عيده لتوسم ولتسوي عن الكاشحه ولتمسح عن الحريم اللي ما يربن ولا ما ادري ولا ما يعيشن، وطرشوا لي الكرت. وما ادري شو بعد امس اسال طرشوا لي، وتوني اليوم هباب اسال عن اللي عند العنوان مال ثمين، وبعد طرشوا لي الشباب، ما ادري عاد رجال ولا حرمه اللي طرشت لنا الله اعلم. فما شاء الله عليهم كيف يحافظون. مفروض والله هالاشياء انا حافظها، غير ما لقطت تم الساعه، ما لقطت الكرت وما ادري وين حطوه، والحين الحمد لله اقدر ادور. واحد تو مطرش لي مسج من هذا الشارج شيء طويل ولحيته 13 من ينقد على الملياري من ربعي هو، يا الله يحفظه. المهم والله مطرش لي يا لوعه الكبد، حد ياكله وانه هريس ويا حلوه، لا ياكلون حلوه ويا هريس. من استوت الدنيا الهريس حد من العرب يدر على وجه الصحن الكاب ما يحطون عليه هريسه، شروا عليه الهريسه، كلوا من طرف الهريسه اول لقمه لقمتين، عقب ازموا يرشون شكر وياكلون ويا الهريس. وفي الوقت الاول ياكلون ساقه ويا هريس، وياكلون الساقه ويا الخبز الوقافي، وياكلون الحلوه ويا الخمير، وياكلون ابوي الهريس ويا الحلوه. حلو ومالح ويغدي لذيذ وما تشرات. ما علي من كنا لو عهوان لا بلوعه ولا الله قال. رمسه ضروري تخبرني بها. سمعت قالوا عنك موضوع، انت طلعتين ولا طالعني؟ سكرت انزين. البارحة انت سرت المستشفى صح ولا لا؟ شو شفت هناك؟ ما ادري. لا شو اللي شفته؟ قلت شفت شيء جني. جني؟ صدق والله؟ كيف شكله؟ ما اعرف. الجني ماله شكل؟ ايه. كيف شكله؟ والله والله صدق جني صلاح؟ ايه. كلمك؟ لما كلمك شو قال لك انزين؟ بس خطف عدارك جني؟ ايه. انزين كيف عرفت انه جني؟ ما اعرف. سبحان الله، بعدين يمكن يسمونهم هم اللي يشوفون الجن واللي يسمونهم ما يشوفون الجن. سبحان الله يستوي والله. صلاح بعينك شفت الجني؟ ايه. اقولكم واللي وياه ما شافوا الجني، لا الدريول ولا البشكاره ما شافوا الجني، وهو شاف الجني. اتوقع اللي يسمونهم يشوفون الاشياء هذه، واللي بكامل حسيتهم ما يشوفون. وين جاي هذا؟ هذا يجي بيت ابراهيم صلوب. بسم الله يا رب. ابراهيم بن صلهوب القبيسي اشوف. يا سلام على الصلاحمه، يا سلام على الصلاحمه. الحمد لله النقاقة موجودة. شكرا. سنة ما حد تام في بيتهم اليوم، العرب كلهم ابوي في الجيم، ما في حد تام في بيتهم. الناس كلها اليوم الجيم كل جهاز عليه 4 و5 بالرغم انه مليون جهاز وجهاز شيء، يعني يبغون شيء بالعظمة. هذا هو شيء بالعظمة، يعني ما شاء الله الجيم ممسوح لين عيان، يعني رقم فوق ما أول مرة أشوف جيم الجيم تي ممزور أوادم. عارف ما تصورون أي درجة أنا مبسط يوم الجيم يبتزر أوادم. وايد عيبني الموضوع، يعني أحس إنه فيه شيء عالم، شيء حياة، شيء ناس، شيء أوادم. ومحمد هنا ندور جبن مال هوش، ما عرفنا وين أي محل منهم. هذا الباب، هذا الباب ما ندري هذا، عاد تخبرنا عاده هذا ولا هذا. هذاك بول ايس كريم هاك يبيع على قولتهم العيام يقولون بستني، بس احنا ما ادري هذا ظني، عاد تخبرنا برد له مره ثانيه. نبى جبن مال هوش والمكس بعد اللي قلت عنه.